جزاكم الله خيرا، هل يجوز للمرأة أن تزكي عن ذهبها دون علم زوجها أو أن تتصدق من مالها الخاص أيضا؟ نعم، للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص، ويجب عليها عند بعض العلماء أن تزكي حليها إذا بلغ النصاب ولو لم يعلم زوجها، لأن هذا واجب عليها هي، حق عليها هي، وليس لزوجها التدخل في ذلك، كما أنها تصلي بدون إذن زوجها، كما أنها تؤدي العبادات بدون إذن زوجها، كذلك أداء الزكاة في مالها، كذلك التصدق منه للمحتاجين، هذا حق لها ومال لها تتصرف فيه. نعم.